هل القدس هي فعلا المكان الذي بنى النبي سليمان هيكله فيها أم هناك روايات أخرى تعارض أو تعاكس هذه الرواية؟ كلمة هيكل في العبرية تعني بيت، والمقصود بيت العبادة. نقوش والسجلات الآشورية تتضمن الكثير من المعطيات التي تشير إلى أن الآشوريين بنوا هياكل وليس هيكل واحد. التوراة لا تقول أن ملكة سبا اسمها بلقيس. المصدر الرئيسي للرواية الاستشراقية اللاهوتية الزائف القائل أن الهيكل بني في أورشليم كله يستند إلى سفر المكابيين.